في خريطة عسكرية تتشابك فيها الأحداث وتتعقد مع تعدد أطرافها. تواصل إسرائيل مهمتها في سوريا لقطع خطوط الإمداد وحبال التواصل مع حزب الله في لبنان، فترفع في الأيام الماضية من وتيرة ضرباتها وتمازج فيها ما بين الأنشطة الجوية والبرية، تقلب الطاولة على إيران في حين يكتفي حليفها المحلي بمشاهدة ما يفعله الآخرون في مناطق سيطرته. صباح الخميس تهاجم مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق دمشق القنيطرة. قالت وسائل إعلام النظام إنها أسفرت عن مقتل شخصين بينهم عسكري واحد، في حين ذكر تجمع أحرار حوران أن المستهدف يدعى خالد خطاب إحدى الشخصيات المرتبطة بحزب الله اللبناني. هجوم القنيطرة يأتي بعد أيام من ضربة مصياف نوعية غربية حماة، والتي انفرد تلفزيون سوريا بنقل حيثياتها، حيث شملت إنزالا جويا واشتباكات وسقوط قتلى ووقوع إيرانيين اثنين بالأسر. وبحسب المصادر الخاصة فإن العملية استهدفت مركز البحوث العلمية، وتم خلالها قصف جميع سيارات مفرزة أمن النظام وقطع جميع الطرق المؤدية إلى هدف العملية، إضافة إلى ضرب مركز اتصالات روسي، مع تعتيم للنظام على ما حصل وإعاقته وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة المستهدفة. ما أورده موقع تلفزيون سوريا سارعت مصادر أخرى لتأكيده، وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل إضافية تتحدث عن تدمير منشأة إيرانية والاستيلاء على أجهزة ووثائق هامة قبل أن تنسحب في تلك الليلة. على الصعيد الرسمي غابت الرواية الرسمية الإسرائيلية في تأكيد أو نفي ما حصل، وهذه استراتيجية اتبعتها تل أبيب في معظم عملياتها، لكنها لا تخفي أهدافها العامة التي تربطها بحرب غزة اليوم وجبهة لبنان، وترى بحسب مصادر أمنية أن سوريا جزء من الجبهة الشمالية، فتجري تدريبات ومناورات تحاكي عمليات برية ليس في لبنان فقط وإنما في سوريا أيضاً.